هاي تاكسي عزيز. بابا مين هالبنت؟ شو عم تساوي معك؟ بابا اهدى رح فهمك كل شيء. امبارح المسا حكيت ضابط المخفر وقال راجع مع عروستك، ولك شو انت بدك تساوي لنا فضيحة؟ نحن ما عملنا شيء. انت اسكتي، يلا طالع بالسيارة بسرعة. لا ما رح اطلع من بعد هالأرحاب على حالي. لا تواخذني، انا عذبتك معي كثير. لك شو بهول إليف هادو. استني شوي عزيز. بابا انا ما تجوزت حدا ابدا، وهي البنت مو مرتي. يلا خلينا نطلع، هي البنت ضيفة قدرة بيك وهي رايحة لعنده هلا. أنا قلقت كتير عليهم، ليش لهلا ما أجوا؟ يا عمري الشاب بيكون عنده مشاغل لفوق راسه، وخصوصي بعد ما نقلوه لإسطنبول. لا تقلقي، بعد شوي أكيد بيجوا. خليني سخن البرك بردوا. يلا قومي حتى تساعديني. يلا يلا يلا. إمتى رح يجوا ضيوفكم؟ ما بدي أتأخر من أول يوم. صدقوني كنت حابة أتعرف على عزيز بس تأخرت كتير. صحة وهنا على قلبكم. جلنار خانو، برأيي تتصلي فيه لنعرف شو صاير مع سيادة العقيد. على عيني. تكرم، رح أتصل فيه مرة تانية. فيكي تحكي معه من هون، أريح لك إذا اتصلتي من هون. طيب. ها؟ عم بيرن. تمام. ألو كيفك نزار؟ شبك ليكنا جايين على الطريق، جايين خلاص. لا بس قدرة بيك قلق عليكم شوي، مو صاير معكم مشاكل ما؟ أنا مو صاير معي شي، بس المشكلة هلأ رح تصير مع قدرة بيك، بعد شوي منوصل. طيب قال رح يكونوا هون بعد شوي. حلو كتير. لك مين بتكون هالبنت؟ مين بتكون؟ تمام مشي الحال. عفواً، يا ترى بلاقي عندكم شي إشاربات هون يا آنسة؟ ما منبيع هون، بس إذا بدك عنا شالات أو طواقي بتغطي الرأس. لا لا، بلاها، أساساً ما رح تحتاجوا. ليش؟ تعالي. تعرفي للشخص اللي بتعرفه أمك؟ لا. هذا الماريشال قدرة كراي، وفي عنده حرس كتير بالفيلا تبعه. إيه؟ ما فيك تفوتي لعنده وراسك مغطى هيك. أساساً هي مدينة كبيرة ما لا ضيعة، يعني ما حدا رح يحاسبك إذا ما حطيتي حجاب. إيه بس أنا مو حاطة حجاب خوفا من العالم، حاطة الحجاب لأنه أنا بدي ما حدا غصبني. بالمختصر ما فيك تشوفي قدرة بيك هيك. يعني إذا شلحته بيرضى يستقبلني؟ إيه نعم. طيب أنت كمان عسكري، ليش ما تضايقت من الحجاب؟ يا إليف هي مسائل سياسية وأنا ما عندي وقت أشرح لك ياها هلا. أنت مو جيتي لهون حتى تدرسي؟ إيه جيت كمل دراستي، شو دخل العلم بالحجاب؟ ما حدا دخله إذا تحجبت ولا لا. عزيز يلا يلا رح نتأخر عليهم. جاي. تعالي تعالي يلا. عفوا في عندكم شي شال يكون على الموضة؟ ما في خواص، رح تضلي معندي بس زنبك على جنبك. مثل ما سمعتوا كلياتكم من حضرة مدير الكلية، هاي السنة يمنع منعاً باتاً دخول أي طالبة محجبة على حرم الجامعة. الدستور واضح بأحكامه، ما فينا نستقطب أي محجبة ضمن دوائر الدولة أو فروعها، وقرارات المحكمة الدستورية العليا وكمان التعليمات يلي انوضعت كلها بتنادي وعم تأمر بهالشي. بالسنوات الماضية تغاضينا كتير عن رؤية هيك مظاهر،
بس بهي السنة التعليمية ما رح نقبل نسجل أي طالبة محجبة بالجامعة، وما رح نعطي للطالبة المحجبة هوية جامعية. الكلام اللي حضرتك قلتيه حلو. هلا ما رح تعطوا الطالبة المحجبة هوية جامعية، بس كيف رح تتصرفوا مع يلي بتحجبوا بعدين؟ نحن أكيد ما رح نمسك الطالبة المحجبة من إيدها ونزتها برات الجامعة، بس رح نتناقش بحلول مبدئية لردع هالظاهرة هي. أول شي لازم نفهم ليش بنات هالبلد عم يوقعوا بمثل هيك غلطة عم تغير حياتهم، ومع الوقت رح نتعرف على أفكارهم أكثر ورح نقابل هالطالبات كلياتهم ونفهم منهم. طيب كيف رح تقدري تقنعي كل وحدة فيهم لحالها؟ طبعاً ما في شي صعب، إذا كان هالشي رح يفيد ويجيب نتيجة ليش لا؟ أنا رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى ما يتقيدوا بمثل هيك مظاهر رجعية وبعدهم عنا، وغير هيك أنا بكون من خريجين هاي الجامعة كمان، ولأني بحبها فما بحب شوف فيها مظاهر هالتخلف. أنت منين بتعرفي لقدرة بيك؟ أمي اللي بتعرفه وهي عطتني عنوانه. وأمك مين بتكون؟ أنا بعرفها بابا، هي مرة من الضيعة. يعني هي بتقربه ولا شو؟ ما بعرف. ما علينا، بنحكي مع قدرة بيك وبنفهم شو هي القصة منه. واقف 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 لو سمحت. شو صار؟ هي هي الجامعة. ما لقيت تجيب معك غير بنت ضيعة مجنونة؟ ليش عم تتمسخر بابا؟ عن جد البنت حابة تتعلم، مو شايفة شلون؟ أنا ما بصدق هالصدف الغريبة. طلع عليها، هاي مستحيل يكون إلها علاقة مع قدرة بيك، بنت ريفية متخلفة. استغلتك وقت عرفتك راجع اسطنبول. لا تقول هيك بابا. إيه ماشي، يلا يلا روح جيبها. حرام بابا، خلي هالبنت تشوف جامعتها. عزيز انت امتى رح تبطل طيبة قلبك؟ هي قلي لشوف، وفوقها كمان ما بدك تسمعني.